تمام، خلينا نكمل. بس حد مع عنده سؤال في الحاجات اللي فاتت؟ كان في حد بيسأل على الـ الجزء بتاع الفرق ما بين البيزنس موديل والبيزنس بلان. احنا اتكلمنا فيها في الاول، فكده كده الفيديو بيريكورد، وممكن ابقى افول اب معاك واشرحها لك فويس عشان نكسب وقت، وبرضه لما تشوف الفيديو هتفهم برضه الشرح والتفاصيل. خليني كده اشير معاكم تاني. تمام تمام طيب ايه معانا عشان نكمل البروجكت ولا نكمل؟ احنا مش عارف هي موجوده ولا لا. لا، معاك تمام. اوكي تمام. طيب احنا كده فهمنا الجزء بتاع الاوبورتونيتي، وعرفنا ان في فرصه في السوق ان انا اشتغل على الكماركتنج ايجنسي لكذا بروجكت موجود في البحيره، عشان ما فيش غير عدد قليل جدا ومش بيقدم الكواليتي اللي انا هبتدي اقدمها. طيب انا دلوقتي البرودكت او السيرفيس بتاعتي اللي انا هقدمها هتدي اد فاليو او بتدي سولوشن، حلول. طيب السولوشن او الحل اللي انا هديه ده ايه اليونيك اللي فيه علشان ابتدي اقدم الناس؟ يعني انا هبتكلم على كواليتي، الكواليتي دي هتكون عباره عن ايه؟ هل هتكون ريزلت عالي للنتائج بتاعتهم، ولا هتكون مثلا الفولو اب كويس، ولا الريزلت ان انا هحقق له مثلا ماركتنج بشكل كويس بالنسبه له من ناحيه الاوبجكتيف على حسب اوبجكتيف كل بيزنس، ولا ايه السولوشنز او الحلول اللي انا هقدر اقدمها للمشكله دي؟ خلينا كده نفكر مع بعض. وبرده يا جماعه اللي عنده فكره او عنده راي او رد يفتح المايك ويتكلم ويقول انا ممكن نعمل كذا او ممكن نعمل كذا. تمام هو انا زي ما قلت قبل كده، هي فكره ان اصلا يعني فئه كبيره من الـ من الـ اللي هي الفئه اللي هنا هنركز عليها لو هي دكاتره، يعني متواجدين، حتى لو متواجدين في الـ اونلاين يعني، بس مش متواجدين بشكل يخلي فيه تفاعل او يخليهم يوصلوا للناس اللي هم بيستهدفوهم. تمام فاحنا لو كان الهدف بتاعنا الوحيد ان احنا نوصل الناس دي ببعض ونركز على ده كبداية، أعتقد إن هي دي الحاجة اللي هتكون بنقدمها يعني. طيب يعني إن انا شاء الله السيستم بتاعتي او الحل بتاعي ان انا هنتشر جوه البحيره كحل ماركتنج للبزنس اونرز عشان يقدروا يعملوا انفستمنت او يجيبوا ار او اي او يعني يجيبوا نتائج كويسه للبزنس بتاعهم وهم شغالين عشان يحققوا ريزلت عالي او يجيبوا نتائج كويسه للبزنس بتاعهم. تمام لو اتكلمنا دي او صيغناها كسوليوشن. تمام خلينا كده نصيغها، نشوفها نصيغها ازاي. يبقى انا حاولي كده تصيغيها بيزد على الكلام اللي انا قلته. او اي حد ممكن يخش يساعدها هو برضه. طيب مش خليني جاي في اساعد، بالي جملة يعني. هقول خليني اساعد دلوقتي. هنقول ان انا بقدم حلول متكامله كاونلاين ماركتنج للبيزنس اونرز اللي موجودين في البحيره علشان يحققوا عائد على الاستثمار بشكل افضل. حلو تمام ده كده كسلوشن. يبقى انا عندي مشكله ووجدنا ايه الحل بتاعها. تمام عندي مشكله ووجدنا الحل بتاعها. طيب ده كده السلوشن، خلاص انا عرفت المشكله فين وهقدم لها الحل ازاي. احنا خدوا بالكم كل ده بنتكلم في السمري، بنتكلم في السمري التفاصيل البسيطه اللي المفروض هوجه بيها رسالتي لاي حد بيقرا البيزنس بلان، او هوجه بيها رسالتي لنفسي قبل ما اخش في التفاصيل بتاعه البيزنس بلان. طيب الجزء الثاني دلوقتي او الجزء اللي بعد كده هنتكلم في الكومبيتيشن، المنافسه نفسها. علشان انجح في المنافسه دي اكيد انا هبقى فاهم الكومبيتيتورز اللي قصادي، الناس الكومبيتيتورز اللي قصادي لازم انا اعرف. انت دلوقتي قلتي ايه ان في اربعه كومبيتيتور قصادي، طب الاربعه كومبيتيتور دول شغالين باني استراتيجي بالظبط؟ هل شغالين باستراتيجي كبرايس، ولا بيعملوا بروموشن بشكل كويس، ولا البليسمنت بتاعهم هو اللي كويس، ولا بيقدموا اوفر، ولا هم معتمدين على ان هم ناس قديمه؟ المنافسه هتجري في ايه وانا هنافس بايه؟ احنا كده كده قلنا ان انا هنافس بالكواليتي،
حلو، هنفذ بالكواليتي. طيب الكواليتي دي بقى المفروض ان انا لما هاجي اشتغل عليها، هما بقى المنافسين قصادي بيتكلموا في ايه بالظبط؟ بيتكلموا في برايس ولا بيتكلموا في ايه كبيزنس بقى؟ هو في فكرة الباقات والأسعار، في ناس بتتكلم في النقطة دي، تمام. وناس شغالة على الجزء اللي إن مثلا ديزاين يكون كرييتيف بشكل كبير. بس ده اللي جاي في بالي دلوقتي حلو، يعني. يعني هنقول ان هما بيتكلموا في برايس صح، وبيتكلموا في ايه تاني؟ وفي بيتكلموا الكرياتيفيتي، في ايه؟ في جزء ان مثلا الديزاينات تبقى كرييتيف حلو، يعني هما يعني بيتكلموا في جزء تلفت الانتباه الكرياتيفيتي، كده. بيتكلموا في جزء الكرياتيفيتي ان هما بيشدوا بيه الناس وبينافسوا بيه ان هو عمل ديزاين كرييتيف، فقدر ان هو يشد بيه الكاستمر بتاع الكلاينت بتاعه، فقدر ان هو يعمل حاجه. ممكن يكون ده على حساب المحتوى نفسه بقى. حلو، ده يكون على حسب طيب خلينا نقول ان انا لما هنافس مش هنافس بالسعر، انا اخش انافس بالكواليتي، فانا لازما الكلاينت اللي هيجي لي يكون عنده الافريج الانكم سالاري بتاعه يكون عالي. يعني مثلا هستخدم الدكاتره، هستخدم مراكز التجميل، هشتغل مع الفئات العالية في البحيرة نفسها. تمام، لأن أنا عشان أقدم كواليتي وأنافس بالكواليتي لازم حد يدفع لي كويس، وعلشان أنزل وأقدم بالبرايس فيبقى أنا بنافس في شريحة أنا مش عايز أدخلها. تمام، فيبقى أنا خليني كده فاهم إن الكومبيتيشن بتاعتي هتكون على الناس الإنكم سالري بتاعها عالي، وفي نفس الوقت هيكون في الناس اللي بتدور على الكواليتي مش الناس اللي بتدور على البرايس. حلو، حلو. تمام. يبقى انا الاناليسيس بتاعتي الكومباكتور منافس 1 او منافس ايه بينافس في البرايس، المنافس 2 بينافس في مثلا جزء البروموشن والكرياتيفيتي. تمام، وانا بنافس في جزء الكواليتي. تمام، يبقى انا بنافس في جزء الكواليتي ده كده كجزء الكومبيتيشن. يبقى انا كده عرفت الجزء بتاعي. تمام، تعالي برضو هنا في الجزء بتاع المين كومباتيتور، الجزء بتاع المين كومباتيتور هنا في الجزء ده بنشتغل على بالمناسبة قبل ما انسى، البيزنس بلاين دي ممكن ابعتها لكم، يعني او هي معمولة ممكن ابعتها لكم، بحيث ان انتوا اللي عايز او تطبقوا عليها، واكيد كده يعني شور الجمعة الجاية أو كده الموضوع هياخد معانا أكتر من جمعة، علشان بنخش في تفاصيل كبيرة. تمام، ف وتفولو أب اللي محتاج كده بقى يفولو موضوع البزنس بلان من A to Z. يعني كويس الناس اللي حاضرة النهاردة لو قدرت إن هي تكمل كمان ميت أوبس أو اتنين تلاتة، الموضوع بالنسبة لها هيبقى كويس، وتطبق على التمبلت دي هبعتها لكم، وممكن تراجعوا معايا على الميل او الجمعة اللي بعدها. تمام، طيب هو ممكن لو عايزين نتارجت الدكاترة بعينهم نعمل ايه عن كده؟ ممكن نتارجت الناس الدكاترة ودكاترة التخصص ايه كمان على لينكد ان عادي. تمام، يعني ممكن نشتغلهم على لينكد ان عادي جدا. تمام، طيب خلينا كده نروح للمين كومبيتيتورز. المين كومبيتيتورز هنا انا عندي بكتب الاربع كومباتيتور بتوعي بتوع ايه عادي جدا اللي كنا بنتكلم فيهم، ونتكلم على الجزء بتاع السيلز بتاعهم، هم بيبيعوا ازاي، بيبيعوا لو قدرت تعرف بيبيعوا بكام، عندهم جزء السيلز بيمشوه ازاي، اي ديتيلز عن جزء السيلز بشكل عام، والماركت شير بتاعهم، هم بيشتغلوا في ماركت شير ايه بالظبط، عندهم كام كلاينت، شغالين على فئه ايه، كل التفاصيل بتاع الماركت شير. والجزء هنا بتاع الطيب، هنا بقى نتكلم في حتة معينة، نتكلم في حتة مهمة جدا. عارفين الفرق ما بين الكومبيتيتورز الدايركت والاندايركت؟ حد عارفها؟ حد عارف الفرق ما هو بين
المفروض ان الدايركت لو حد بنفس البيزنس بتاعك، يعني انت مثلا لو بتدي مثلا كورسات انجليش، فانت الدايركت قدامك حد بيدي كورسات انجليش برضو. الدايركت اي حاجه تانية بتاخد من العميل بتاعك الفلوس بتاعته، البلاي ستيشن مثلا ما هو بياخد الفلوس بتاعتك بتاعت الطلبه مثلا. دي حاجه، اي حاجه سايبر، اي حاجه بتاخد الفئه بتاعتك اصلا الطلاب مثلا، فأي حاجة الطلبة بتروحها تصرف فيها فلوسها بعيدا عن ان هم بياخدوا كورسات انجليزي، هي ديت الاندايركت. بص، هو انت قلتها بشكل كويس، بس في بوينت واحده بس، او في تركية معينه، تمام؟ بس يعني create job يعني، تمام؟ بس خليني اوضح لك نقطه، تمام؟ بص، اي حاجه كومباتيتيف دايركت يبقى بيلبي احتياج عند الكلاينت نفسه، تمام؟ يسد رغبه انا مش هقدر اسدها او يستغنى بيها عني، تمام؟ تمام. طيب، لو حد اندايركت يسد نفس الرغبه بس بطريقه مختلفه. فور اكزامبل، تعال كده ناخد مثال. دلوقتي انا مركز بدي كورسز، ناخد على مثالك، تمام؟ بدي كورسز انجلش، حلو. طيب، الكورسز اللي انا بديها، تمام، بتتكلم في كل تفاصيل الانجلش، ازاي تتعلم من اي تو زي، تمام؟ طيب، لو انا مثلا في قدامي مركز تاني بيدي برضو انجلش، او اي سنتر بيدي انجلش، فده كده منافس ليا بس دايركت، منافس ليا بس دايركت. طيب، لو رحنا مثلا ليه مثلا الفيديوز بتاعت اليوتيوب اللي بتعلم انجلش، فيديوز بتاعت اليوتيوب ده كده منافس ليا لكن اندايركت. لو حد عايز عنده احتياج انه يتعلم انجلش، تمام، يا اما هيفكر في السنتر بتاعك او السنتر بتاع غيرك او السنتر بتاع غيرك كدايركت. ان دايركت بقى هيفكر في الفيديوز بتاعت اليوتيوب، هيفكر في ابو واحد صاحبه اللي هو او اخوه الكبير اللي هم بيعرفوا انجليزي يعلموه، حاجات ان دايركت بس هتسد له نفس الاحتياج. تمام. بيشترك ما بين الدايركت والان دايركت انه يسد نفس الاحتياج، لكن ال سد الاحتياج بطريقه مختلفه. تعال ناخد مثال تاني. لو انا مثلا بشتغل مثلا في الادويه، وانا مثلا شركه بتدي ادويه مثلا للبرد، حلو. طيب، انا دلوقتي لو حد عندي برد، المفروض ان انا بروح الصيدليه واقول له مثلا او زي ما فهد بيقول المدرس الخاص، انا دلوقتي مثلا عندي برد، رحت للصيدليه قلت له والله انا عايز برشام للبرد، فاما يديني مثلا كونجستيل، يا اما مثلا يديني مثلا في واحد تاني كده اسمه ايه بتاع البرد، بنادول تقريبا، صح؟ الاتنين دول كده لبعض دوايين منافسين لبعض، يبقى دول كده دايركت. طيب، لو انا رحت مثلا للعطار واداني مجموعه اعشاب اسمها مجموعه البرد وخدتها، هل انا ده بينافس الدواء اللي في الصيدليه؟ اه، بينافسها بس ان دايركت، انا رحت لحد مختلف تماما يسد لي احتياجي، تمام، او تمام. يحل يعمل لي السيرفر بروبلم بتاعتي، تمام. طيب، لو انا مثلا محتاج مثلا مثلا اي حاجه تانية وهصرف برضه فيها فلوسي، هي مالهاش دعوه، مش بينافس، لان ده مش بيسد نفس الاحتياج. يعني مثلا لو انا جعت هروح اجيب مثلا بالفلوس اللي معايا دي اكل، هو ده مش بينافس الدواء لان مش بيسد نفس الاحتياج. انا ممكن اروح اجيب اكل ودواء مع بعض عادي، لان ده احتياج وده احتياج. فالدايركت والاندايركت بيسدوا نفس الاحتياج لكن بطريقه مختلفه. تمام. وانت الفكره يعني زي ما انت شرحتها، بس فيها التركية بتاعت ان لازم أن يكون بيسد نفس الاحتياج، حلو، وصل. تمام. تمام. فهنا في شوف. التايب ده بنكتب هو من دايركت او ان دايركت، هل هو ايه النوع اللي بيأديه؟ لا، هنا بيقدم والله سيرفيس اونلاين مثلا، لو خدنا على المثال بتاع ايه او البروجكت بتاع ايه، اه هو هنا بيدي اونلاين ماركتنج، لكن بطريقه دايركت كمكتب او كشركه بتدي ماركت. طيب، لو حطينا مثلا حد تاني، لا ده في واحد فريلانسر واخد تقريبا نص نص الناس بتروح له، بتوع ايه، بتوع الـ بتوع البحيره. يعني مثلا انا شفت واحد شغال فوتوغرافر، او في حد كلمني شغال فوتوغرافر، عنده مشكله مثلا مع حد شغال انفلونسر، بيقول لي انا مش عارف اعمل ايه، ده شغال انفلونسر بيعمل اعلانات. طب انت ليه رحت له هو؟ قال لي لان شفت كل الفوتوغرافر اللي شغالين في معايا في المجال بيقولوا لي، كل ما اسال يقولوا لي روح للفلان، هو ده اللي بيعمل ايه، بيعمل لها الاعلانات.
تمام. طب هو ليه راح هناك؟ طب ليه ما راحش للمكتب؟ لا هو كده راح لمنافس تاني اندايركت، تمام. ف هنا بكتب في التايب هل هو دايركت ولا اندايركت، بس طبعا بكتبها بشكل مفصل هو ايه نوع البرودكت بيقدمه او المنافسه اللي بينافس بيها او الاد فاليو اللي بيشتغل عليها، تمام. هنا بكتب المين كومباتيتور، بكتب المين ايه كومباتيتور، تمام. دي كده التفاصيل بتاع الجزئيه دي، ولازلنا في الجزء بتاع السمري، لسه هنخش في الفاينانشال سمري والجزء بتاع الكابيتال، وبعد كده نخش في عندي سؤال معلش. البيزنس. اكيد طبعا قولي. هو انت كنت حضرتك بتقول الجزء بتاع الماركت شير، كنت بتقول ان انا اعرف عنده كام عميل وكده، فهي تمام. المعلومات دي جوه الشركة قوي، فالمفروض ان انا اعرفها ازاي؟ اي بزنس بروفايل بتاع اي حد فيهم هتلاقي فيه كل الديتيلز اللي انت حتى مش عايزه مش محتاجاها. ولا نفترض ان انت معاك رقم تليفون، صح؟ اكيد شور. هل ماشي، انا محتاجه دلوقتي بزنس بروفايل علشان ايوه اشوف تمام. هتلاقي والله ده احنا اشتغلنا مع طوب الارض، تمام. هتلاقي حاطط لك كل التفاصيل وكل الانجازات اللي حققها ومن سنه كام وبيعمل ايه وانواع البيزنس اللي بيقدمها والخدمات، كل التفاصيل عادي جدا. تمام. ال 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 المي انت انا عندي النت انستيبل، فحد عنده مشكله ولا سامعني؟ تمام. تمام. الحاجه الحلوه في المجال بتاعنا انه استراتيجيز جدا، دايما بقول الكلمه دي، ان المجال بتاعنا استراتيجيز، يعني انت روح من اي حته وايا كانت الطريقه ايه، بس اوصل للي انت محتاجه، يعني اوصل للجزء اللي انت محتاج توصل له يعني. تمام. طيب خلينا بقى نخش في الجزء اللي بعد كده. تمام. في الجزء هنا بنحدد اوتلاين، تمام، مختصر كده عن كل اللي فات ده، او كل الحاجات الاوصاف اللي بنشتغل عليها الفتره اللي فاتت دي كلها هنشتغلها ازاي. يعني انا دلوقتي المفروض الفكره بقى او المشكله اللي بتقابل كل الناس، تمام، ان هو عمل كل ده وكتب والاوبرتيونيتي واشتغل على التفاصيل دي وعرف هو مين المنافسين والسوليوشنز اللي هيقدمها وبلا بلا بلا والكلام الجميل ده كله. طب انت هتنفذ ده ازاي بشكل مختصر كده، هي مش اكشن بلان لكن بشكل مختصر، انت ازاي هتنفذ ده، ازاي هتعمل امبلمنتيشن للجزء ده بشكل كده بريف ديسكريبشن، انت هتورجنايز الاستراكشر ده ازاي وتشتغل عليه. يعني تعالوا كده اقول لكم مثال، والله بشكل مختصر كده، انا بزنس، انا ماركتنج ايجنسي اونلاين بشتغل على سوق البحيره، تمام، خاصه الدكاتره والمدرسين مثلا بتوع او مراكز التجميل، وعندي فرصه في السوق ان ما فيش ماركتنج ايجنسي في البحيره بتشتغل على الاونلاين ماركتنج بشكل سبيشاليست على الاندستري دي، وشايف ان انا هقدر اقدم خدمه بكواليتي كويسه جدا جدا، علشان كده هدخل ككومبيتيشن مع منافسين A و B و C، علشان هم شغالين في الانواع دي، وفي اوبورتونيتي بالنسبه لي ان انا اخد من الماركت شير بتاعهم، ان هم انواع 1 2 3، وانا نوع الماركت، وانا نوع الماركت بتاعي مختلف. وهشتغل اول حاجه هشتغل عليها ان انا اجمع داتا الدكاتره واعمل اناليسز لكل الاحصائيات عن الدكاتره اللي موجوده والاوبورتيونيتي المتاحه وايه الخدمات اللي بيقدموها والحاجات اللي محتاجينها. وبعد ما اعمل الاناليسز هبتدي احدد تيم مكون من فردين يشتغلوا مع الميديكال ريب او كجزء ميديكال ريب عشان يعرض الخدمات بتاعتنا، وهشتغل على من خلال لينكد ان عشان اوصل لهم واعمل معاهم ديل، وبستهدف ان انا اشتغل على المحاور دي كلها. تمام. ده بشكل مبسط الجزء البريفلي بتاع الجزء ده. تمام.
محتاج بقى منكم حد يقدم بريف زي ما انا قدمته كده، لو على البروجكت ده او بروجكت تاني. ممكن انا اقدم محمود؟ طبعا اي حد اتفضل. هلا، انا من فتره شاركت بمسابقه كانت عن رياده اعمال وهيك، فطرحت فكره، هي نفس الفكره رح اقدمها بما اني درستها يعني وقتها نوعا ما. الفكره كانت عباره عن حطب بديل او حطب ريسايكل يعني. تمام. فالفرصه اللي كانت بالسوق انه نحن يعني هم، بما اني مقيم بالاردن، ما بيعتمدوا يعني على الحطب الاشجار، والحكومه بتمنع قص الاشجار الا بليمت معين يعني. فكانت الفكره هي انه التعامل مع معامل النجاره والاخشاب، شراء نشاره الخشب من عندهم، وفي خط انتاج بيحول هاي النشاره لحطب بديل بيجي بلوكس مثل الحطب العادي. يعني هي كانت الفرصة انه هذا الشيء ما في الا منافسين بالسوق، يعني منافسه الاندايركت هو الحطب الاخشاب، والسعر تبعيته بيبقى ارخص من الحطب هداك، وكمان يعني نوعا ما بالنسبة للدولة هو فريندلي اكثر يعني للبيئة، لانه هو ما بيقص اشجار، ما بيعتمد على ضرر البيئة وهيك. فهي الفكرة بشكل عام يعني. الزباين تبعتنا بي تو بي، كان يعني اغلب اللي بيبيعوا فاير بليس واللي بيبيعوا الحطب هن اللي راح يكونوا زباين. ممكن يعني بالمقام الثاني الزبون يجي يشتري من ارض المعمل، يعني احنا ما يكون عندنا صاله عرض، يجي يشتري هو طن الحطب الصناعي او البديل من ارض المعمل وياخذه بسعر نفس سعر الجمله يعني، او نفس سعر المحلات اللي بتشتغل بالمجال. حلو جدا. طيب الفرص المتاحة بالنسبة لك actually انت قادر تقدمها كديفلوبمنت؟ انا قدمتها بس بصراحه ما كملت، لاني يعني البزنس شوي كان تمويله كبير، يعني خط الانتاج تبعه شوي غالي، ف يعني نوعا ما المستثمر بيكون شوي من ليفل عالي. فيه حلو جدا ما شاء الله. تمام. طيب حد تاني محتاج يتكلم في الجزء ده او عنده حاجه محتاج يقدمها او يتكلم فيها نتناقش فيها، ان هو في الجزء السامري بتاع البروجكت بتاعه؟ طب محمود انا عايز اسال على حاجه، معلش. ازيك الاول؟ الحمد لله. ايه ثواني عشان الاسم الصغير عندي. ف ليلى، اوكي، اخبارك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك يا ليلى، عامله ايه؟ الحمد لله. بص، هو انا عايز اتكلم مثلا لو انا البروجكت بتاعي هو نفس البروجكت بتاع المره اللي فاتت بتاع اليوتيوب. انا دلوقتي عرفت يعني الكومبيتيشن والكومبيتيتورز بتوعي، وابتدي مثلا انزل. ثانيه واحده، البروجكت بتاع الفرنتشر صح؟ اوكي تمام. فانا دلوقتي يعني وصلت ان انا نزلت مثلا البروفايل كامباني او الكامبنس بتاعت كل الشركات، اعرف برضو منين انا خدت كام يعني، او انا ودوري، او انا وصلت لايه مثلا، او انا الماركت شير بتاعي مثلا ازاي هيتعمل، لان كل شويه في اونلاين يعني، مثلا الشركه لا فيها اوفلاين اونلاين، معظم الشركات اوفلاين اونلاين، بس برضو بيبقى فيها اونلاين، بيبقى في ناس مثلا ثلاثه او اربعه من الكومبيتيتورز اونلاين بس. بص، بشتغل على قاعدة 20-80، لأن بالطريقة دي أنا مش هقدر أوصل لأي حاجة. يعني إيه 20-80؟ يعني أنا دلوقتي عندي 20% من المنافسين واخدين 80% من السوق، و80% من المنافسين واخدين 20% من السوق، فبدرس 20% بس من المنافسين علشان أقدر أنافس في 80% في السوق. وصلت ولا أنا لخبطت؟ اتلخبطتي؟ لا اتلخبطت يعني، ممكن بس نقول ديتيلز عشان بص دلوقتي انا عندي السوق 100% مكتمل، حلو، او السوق فيه منافسين او الليمت بتاعنا اللي احنا بنتكلم فيه 100%، تمام. طيب انا دلوقتي في 20% من المنافسين، 20% من المنافسين واخدين 80% من السوق، يعني
في 20، في مثلا عندي 50 منافس، بس في 2 منافسين، الاتنين دول واكلين السوق واكل، بصي ما بيخلوش حاجة، بيبيعوا دايما ومتفوقين وشغالين اونلاين وما شاء الله عليهم، تمام، بس واخدين شريحة كبيرة جدا من الايه، من السوق. وبقية المنافسين كلهم او في منافسين تانيين شغالين عادي، بياخدوا حتت من السوق عادي جدا، فدول واخدين 20% بس من السوق، يعني واخدين 20% بس من العملاء. فانا بقى بعمل ايه، بجيب الناس التقيلة دي وابتدي اشتغل عليها، وابتدي اعمل لهم اناليسيس بشكل كويس جدا علشان اخد من ال 80% بتوع السوق. حلو، وصلت كده؟ طب انا كنت انت في مره كاتب في كيس ستادي ان مثلا ان كان في حد من العملاء عندك كان يعني البرايس بتاعه اغلى من السوق، ويوصل ذات ان انت عملت تقريبا اب سيلينج، ان انت عملت زي كومباوند ما بين يعني ما بين البدله ده كان تقريبا. براند ملابس. فانا دلوقتي نفس الفكره دي بتواجهني، ان انا فعلا الكواليتي عندي عاليه وفي نفس الوقت السعر بتاعي اعلى شويه من الكومبيتيتورز، حلو. بس في نفس الوقت انا مش عارفه مثلا او يعني اوفق ايه مع ايه عشان حتى اخرج من ده. لو انا قلت هعمل اب سيلينج، بس لو فكره الاب سيلينج ما نفعتش معايا، ايه بصي، ممكن سوليوشنز تانية اقدر اشتغل عليها؟ في البيزنس ده بنشتغل على الاس تي بي نفسها، الكاستمر بتاعي مين اصلا، تمام؟ يعني لو احنا عملنا اس تي بي اللي هو السيجمنتيشن تارجت بوزيشن السيجمنتيشن، الناس اللي هي بكل الناس الانترستد بي الفرنتشر، وبعد كده بعمل التارجت عرايس، بعمل تارجت محلات، بعمل مثلا فرنتشر تاني ناس تانية مثلا وات ايفر مكاتب، في فرنتشر تاني مثلا الناس اللي بتعمل ابديت للهومز بتاعتها دي، كده تارجت كل تارجت لوحده، تمام. وابتدي اشتغل مثلا اخد بتوع العرايس اعمل لهم بوزيشن لوحده باوفر لوحده واسميه بتاع العرايس بس. طب العروسه هتحتاج ايه، تمام، او بتشتري ايه مع ايه، ابتدي اناليسز الناس العرايس دي بتحتاج ايه، وبناء على كده بكريت الاوفر نفسه. فيبقى جاي قبل ما يجي يفكر هو محتاج ايه، اقول له لا انت محتاج 1 2 3 4 ودول كلهم معمول عندي في اوفر بسعر كذا، تمام. تمام، طيب ايه السوليوشنز اللي جايه ايه او المختلفه ايه، دي بتيجي بقى من البيزنس موديل، نشوف البيزنس في ايه، الكومبيتيتورز ايه ظروفهم، الماركت بيتكلم في ايه، وابتدي اكريت من الاناليسيس دي الاستراتيجي بتاعتي عشان اقدر العب بيها في السوق. اوكي، يعني انا دلوقتي لما هعمل، انا عندي سيجمنتيشن اوريدي عاملاها، فمن السيجمنتيشن بالكل اعملي تارجت تارجت. ابتدي بقى ادور على السيلز بتاعه، ومن السيلز يعني الاوردر اتعملت هبتدي بقى ان انا اشوف مثلا دول كانوا بيطلبوا ايه مع بعض قوي والحاجات دي، فابتدي بالظبط، ممكن احطهم مع تعملي بعض في سيرفي الاوفر. تسألي الناس، لو تعرفي مثلا خمسة ستة عرايس او اكيد تعرفي بنات مخطوبة، حلو، تمام، البنات المخطوبة دي اسأليهم انتوا دلوقتي هتفرشوا هتعملوا ايه، هتشتروا ايه الاول، فاهمة، ايه الاهم الحاجات اللي عايزين تجيبوها مع بعض كولكشن مع بعض، بس فاهمة. هم هناك يعني، هنا احنا بنتكلم في مصر. في مصر ايه، الصوت قطع، الو، طب انتوا سامعيني ولا مشكلة عند ليلى؟ احنا سامعينك كويس. تمام، هي كده عند ليلى عندها مشكلة، تمام، هي تمام. طيب لما الصوت عندها يرجع تاني، فهد كل شوية يريز هاند وما يتكلمش، مش عارف عنده مشكلة ولا ايه، مش عارف. طيب لا لا، ما عنديش مشكلة ولا حاجة، معلش لا لا بس عادي، انت لو عندك حاجة قول، انا بس صعبان عليا ان انت تكون عايز عندك حاجة ومش عارف تتكلم. حبيبي الله يكرمك. هو بالنسبة لليلى وموضوع السعر العالي والجودة، هي ممكن تستهدف طالما هي في السعودية أو حتى لو في مصر، يعني هتستهدف اللي مثلا إيكيا، الحاجات اللي هي برضو الجودة بتاعتها، تستهدف العملاء بتوع إيكيا، تحاول تعمل عليهم استهداف. صح، برضو بالنسبة تشوف اللي زي ما حضرتك قلت الهوامير بتوع السوق بعد إيكيا مثلا، بتيجي لو في السوق السعودي مثلا في العمري، في حاجات كتيرة، الدرويش، في حاجات كتيرة تقدر هي تستهدف برضو العملاء بتوعهم. دي الحاجة التانية، إنها تربط موضوع الجودة بتاعتها وطول عمر الأساس بالسعر اللي هي بتقدمه. يعني ده بالنسبة للإضافة اللي عايز أقولها، إن هي مش عارفة تربط ما بين السعر العالي وإن هي الجودة كويسة. يعني يعني بص، إضافة هايلة جدا بصراحة. أنا كنت عارف أنت هتضيف حاجة، عشان كده كل شوية أقول لك اتكلم. الله يكرمك.
لا لا تمام، حلو جدا يعني، ما شاء الله يعني. تمام طيب، خلينا نكمل في البروجكت بتاع الايجنسي. مش عارف ايه معانا ولا راحت فين. انا هي ايه او بس انا يعني انا بس النت عندي قطع اصلا، بس كده لحقت مستر يعني مش عارفه استاذ، بس هو يعني انا فهمت ان هو شويه كان بيقول لي حاجه على البرايسنج والجوده. هو بيقول لك اربطي الكواليتي بتاعتك بطول عمر المنتج مع البرايس نفسه، تمام. تمام، وتشوفي المين كومبيتيتور زي ايكيا وقال لك العمري تقريبا بعدهم، وتشوفي هم بيشتغلوا على ايه وتارجت الاودينس بتاعه. تمام، اوكي، شكرا. عفوا. تمام طيب، خلاص احنا قلنا الجزء بتاع البريف بتاع الاجزاء اللي فاتت دي كده كلها، تمام. بعد كده عايزين نخش في الجزء المهم برضه، تقريبا كل حاجة في البيزنس مهمة من الحاجات اللي احنا قلناها. بص دلوقتي المانجمنت تيم دلوقتي انا مين التيم اللي انا محتاجه يشتغل معايا بالسكيلز بتاعته؟ مين التيم اللي انا محتاجه يبقى شغال معايا في البيزنس بتاعي والسكيلز بتاعته او الباك جراوند بتاعته عن ايه؟ يعني انا دلوقتي ماركتنج ايجنسي، فانا محتاج ان انا الباك جراوند اللي يكون عنده باك جراوند فاهم ماركتنج، تمام، فاهم، محتاج واحد معايا يكون فاهم كونتنت، تمام، هحتاج ناس معايا تكون فاهمه ميديا باير وازاي يعملوا ميديا باير. طيب ازاي انا بقى، نرجع كده خطوه شويه كده او ناخد الحته التكنيكال دي، ازاي انا كميد ك ك ك كواحد في البروجكت احدد التيم اللي يشتغل معايا؟ لان ناس كتير جدا بتتلخبط في الحته دي، ويعين ناس ويرفض ناس ويرفض ناس ويعين ناس وهو مش عارف هو عايز ايه. طيب مبدئيا كده وانت بتحدد التيم، ما تحددش التيم دايركت، انت بتحدد الاول الجوب الديسكريبشن اللي انت محتاجه. انت محتاج ايه؟ والله انا اقدم سيرفيس اونلاين. حلو، طيب سيرفيس الاونلاين انت هتقدمها للناس دي عشان تعملها محتاج ايه؟ محتاج اعمل اعلانات مثلا، لو انا شغال في ميديا ايجنسي او شغال في ماركتنج ايجنسي، محتاج اعمل اعلانات، محتاج اكتب كونتنت، محتاج اعمل استراتيجي، محتاج اعمل اناليسز، محتاج ان انا اشتغل على بلاتفورمز مختلفه، محتاج مودريشن بشكل مبدئي. طب الحاجات دي كلها مين المفروض يعملها؟ المودريشن، يبقى انا محتاج حد مودريشن. طب المودريشن السكيلز بتاعته ايه؟ المفروض تبقى 1 2 3. طيب احط له الجوب ديسكريبشن بتاعه. طيب محتاج زي ما قلنا حد يكتب كونتنت. طيب عشان يكتب كونتنت للكلاينت فانا محتاج كونتنت كريتور يكون مواصفاته 1 2 3. طيب انا محتاج ميديا باير، محتاج ميديا باير عشان يعمل اعلانات للكلاينتس بتوعي. طب الاعلانات اللي انا محتاج اعملها دي محتاج يكون فاهم البلاتفورمز كلها ازاي كرييت اعلان على البلاتفورم. طيب محتاج ابتدي اشتغل مع مين تاني؟ محتاج ابني مين تاني في التيم؟ لا والله انا محتاج اشتغل مع مثلا حد يقدر يعمل لي بلاننج كويس ويديل معايا، ومحتاج واحد سيلز. ابتدي احط العناصر اللي انا محتاجها، محتاج احط العناصر اللي انا محتاجها، وبيزد على العناصر دي احط السكيلز واشوف مين الناس كبوزيشنز اجيبها وابني الاستراكشر بتاعي، وابقى انا كده فاهم ايه المارك المانجمنت تيم بتوع مين. طيب يعني محتاج ايه تاني؟ اولا محتاج احدد البرودكت اللي انا اقدمه او السيرفيس اللي انا هقدمها او الشغل اللي انا محتاج اعمله ايه بالظبط. محتاج اعمل ميديا باير، محتاج كونتنت، محتاج مودريشن. طب يبقى وبيزد على ده احط لهم جوب ديسكريبشن واجيب الناس. مش اجيب الناس واقعد اجرب فيهم وانت اعمل ده شويه واعمل ده شويه واعمل ده شويه، تمام، وفي نفس الوقت احدد السالري اللي انا هقدمه عشان ابقى صريح من الاول. والله انا محتاج ميديا باير يكون عنده اكسبيرينس 1 2 3 والبودجت بتاعتي اللي انا هديها له او كسالري كذا، تمام، وبناء على كده بحدد، تمام. فانا لازم اكون فاهم في المانجمنت تيم الاجزاء دي، احدد الجوب ديسكريبشن تاني، احدد الجوب ديسكريبشن و او احدد النيدز قصدي اللي انا محتاجها للبيزنس ده، وبعد كده احدد الجوب ديسكريبشن لكل احتياج انا محتاجه، وبعد كده احدد الناس اللي انا هجيبها السكيلز تكون بتاعتها ايه، وبعد كده رابع حاجه احدد السالري. طيب دي الاجزاء اللي انا محتاج احدد عليها المانجمنت تيم بتاعي، الاجزاء اللي انا محتاج احدد منها المانجمنت تيم بتاعي. طب لو انا ستارت اب، يبقى انا ابتدي بقى احجم الحاجات دي. انا محتاج حد يعمل كونتنت ويعمل مودريشن في نفس الوقت. خلاص يبقى انا عرفت انا كده محتاج ايه.
مش هجيب حد بتاع كونتنت واقول له اشتغل مودريشن؟ طب ما انت مش جايب على اساس ده، انت مش محدد ده، انت مش صريح من الاول، فانت لازم تحدد المانجمنت تيم عشان البروجكت بتاعك ما يقعش. طب والله انا قلت محتاج حد مانجمنت في المانجمنت تيم بتاعي او في التيم بتاعي يكون شغال كونتنت، وجبته وقلت له اشتغل كونتنت ومودريشن، وقال لي لا انا مش شغال، انا مش بتاع، وما لقيتش حد، البروجكت اتعطل وقعت في الدروبس والدنيا دخلت في بعضها. فانا لازم أنا اكون فاهم الكلام ده، تمام؟ طيب ممكن حضرتك تقول لنا مين عناصر التيم الاساسيه اذا لسه الايجنسي هيبدا وما عندوش ولا عميل؟ بص، هو انت محتاج تفهم الاول زي ما قلت يا فهد دلوقتي، انت محتاج تفهم دلوقتي انت هتقدم ايه، وبناء عليها تجيب ناس يعملوا ايه بيزد على البادجت بتاعتك. يعني انت كماركتنج ايجنسي هتقدم ايه؟ الماركتنج ايجنسي كل واحده مختلفه عن الثانيه، في ناس بتقدم سيشنز فوتوغرافر، في ناس كتير ما بتقدمش سيشن فوتوغرافر في الماركتنج ايجنسي بتاعتها، يبقى انت هتحتاج ايه؟ هتحتاج فوتوغرافر ولا مش هتحتاج؟ فبيزد على ان انت هتكريت ايه بالظبط؟ انت هتقدم سيرفيس ايه او برودكت ايه؟ وتقدم على اساسها تشوف التيم اللي هيشتغل معاك، تمام؟ تقدم بعد كده التيم او تشوف التيم اللي هيشتغل معاك مين بالظبط، تمام؟ فما فيش اقول لو في البدايه لو هنا قلنا ان مثلا في الشركه دي احنا محتاجين شخص يعمل اعلانات ويعمل كونتنت والمودريتور، وده ممكن يكون شخص واحد ومعاه ديزاين، فهم لو هيشتغلوا لكذا عميل، وهنا لو اتفقنا ان هنا هنستهدف فئه معينه لو هي فئه الدكاتره، فهل منطقي ان الشخص يبقى بيشتغل لكذا عميل في نفس، يعني اللي هو بيكتب الكونتنت ده بيبقى بيكتب لكذا عميل في نفس المجال وهم يعتبر يعني كمان منافسين، كأنهم منافسين لبعض؟ بصي، هو منطقي يعني بيحصل ولا لا؟ ينفع ومنطقي جدا، منطقي ان حد يكتب كونتنت لاكتر من عميل وهم منافسين لبعض. ليه بقى؟ لان قبل ما من عندي انا مش عارفه ايه. سامعيني؟ الو سامعيني؟ الصوت مسموع؟ حد سامعني يأكد معي. ودلوقتي الصوت كويس بس قبل كده ما سمعتش اللي قلته. تمام، هو بقول لك ان هل هو منطقي ولا مش منطقي؟ طب ما انا هقول لك اهو، ده منطقي ان كونتنت كريتشن واحد يشتغل اكتر من الصوت راح تاني، فمش عارفه المشكله عند حضرتك ولا عندي. انا عشان كده بقول لحد يتكلم، بس انا سامعك. هو المشكلة عند هو. طيب اوكي، انا احاول اظبط الصوت عندي. كده الصوت مسموع كده؟ تمام. اوكي تمام. طيب احنا كنا بنتكلم في ان هو ينفع منطقي ان كذا كلاينت او يكون بيشتغل له كونتنت كريشن واحد ولا لا؟ هو ينفع، تمام. ينفع ازاي؟ ينفع لان كل بيزنس اصلا لوحده، كل بيزنس لوحده هو هو ليه الاد فاليو بتاعته وليه الاوبورتيونيتي بتاعته وليه التفاصيل بتاعته. يعني كل بزنس هو شغال بواي مختلف وشغال بتفاصيل مختلف، فهيجي له والله الكونتنت بتاع الدكتور ده مثلا محتاجه تكتبه ومحتاج تكتب للدكتور ده. طيب هو المفروض بقى هيبتدي يسال ايه الاد فاليو اللي بيشتغل عليها ده، والماركت اللي شغال عليه، والليفل في الماركت شير بتاعه ايه، مين وشغال على البرايس ولا ايه، والفاليو بتاعته، وهي الناحيه الثانيه برضه ليه الفاليو بتاعته او ديفرنت فاليو. فطبيعي ان الكونتنت هيكون مختلف، تمام. نوع الكونتنت نفسه، نوع الكونتنت نفسه هيكون مختلف اكيد. ده ممكن يشتغل فيديو، ده مشتغل ممكن يشتغل صور، تمام. ده ممكن يشتغل بطريقه وده ممكن يشتغل بطريقه، فده طبيعي جدا. بس مش طبيعي ان الكونتنت كريشن يشتغل الكونتنت والميديا باير ويشتغل معاه مودريشن والكلام ده كله، تمام. حتى لو بداية لو بداية، لو هو
ممكن بس الكلام ده يعمله صاحب البيزنس نفسه، يعمله ايوه واحد انا بتكلم عن ده. ده ممكن يعمله في كستارت اب، هيتحمل عارفه، لو ما خدش مرتبه ما عندوش مشكله، فاهمه؟ لو ضغط على نفسه في الشغل واشتغل بدل ال 8 ساعات 12 ساعه و16 ساعه برضه مش هيبقى عنده مشكله، تمام؟ هيبقى هو عنده اوبجكتيف معين بيمشي كبيرسونال بيمشي وراه، فانا مش هيبقى فيها مشكله، تمام؟ بس شرط ان هو يكون عنده كواليتي يقدر يقدمها فعلا، يعني يقدر يعمل الاعلام فعلا بشكل كويس، يقدر يكتب كونتنت بشكل كويس، هيقدر يفولو اب ويعمل مودريشن، فاهمه؟ ما يسقطش حاجه، فاهمه؟ ايوه تمام. بس تمام. مين تاني كان في حد كذا حد رفع ايده؟ يعني فهد او انا اوكي اتفضل. انا كنت بس بتكلم على حته الستارت ابس بالذات، لما يبقى حد حضرتك كنت بتتكلم على قصه ان الحد ده يحدد هو ايه اللي هيقدمه للناس او الادد فاليو اللي هيديها للكلاينتس بتوعه علشان خاطر يبقى، او سيرفيسز اللي هي ليست اوف سيرفيسز اللي بيقدمها للكلاينت بتاعه. في حاجة مهمة جدا عايزين نتكلم عليها، ان هو ما تبقاش تفتحش الباب على البحري. يعني انا افضل كستارت اب انك تكون شاطر في حاجة واحدة بس، افضل بكتير من انت تعرض كذا سيرفيس وتلاقي نفسك بهوقت منك مش عارف تعمل اي حاجة. صح، عشان كده كنا بنتكلم، مش عارف كنت معانا من الاول ولا لا، كنا بنتكلم ان احنا لو كان البروجكت اللي معانا ماركتنج ايجنسي في محافظة البحيرة، فكنا بنتكلم ان احنا نعمل سبيسيفيك جدا للبروجكت ويكون شغال على الدكتورز بس اللي موجودين في البحيره، ويبتدي يموف ويعمل امبروف جامد جدا في الجزء ده للاندستري دي، وبعد كده يعمل سكند ستيب اندستري تانيه ويبتدي يجو اون فيها ويشتغل في حته الاونلاين ماركتنج للناس دي ويشتغل عليهم سيرفيس بشكل كويس. هو حضرتك كده بتتكلم كده ديستريبيوشن فيرتيكال، انا بتكلم كمان على الفاليو تشين بتاعتي، بمعنى ان لو انا بعمل سيرفيس معينه، انا لو ماركتنج ايجنسي بتشتغل مثلا في الكونتنت وفي الديجيتال ماركتنج، حلو، ما اقدرش اعمل اساعد وابتدي بقى. حضرتك كنت بتتكلم ان ممكن في ايجنسيز بتدي اوفرنجز زي فوتوغرافي، في ايجنسيز ثانيه بتعمل مش عارف ايه، فانا لو لقيت نفسي بعمل حاجات كتيره جدا ومش قادر اظبطها كلها عشان تبون على اقل 80% كل واحده فيهم الاكيوريسي بتاعتها وال بيسموها ايه الكواليتي بتاعتها كويسه، كواليتي الاد فاليو كواليتي بالظبط، كواليتي اوف الاوتبوت بتاعي كويس، يبقى افضل ان اشتغل في حاجه واحده او حاجتين بس لغايه ما اظبط الاداء تماما فيها وبقى انا ذا توب اوف ذس سيرفيس ان ذات بليس، وبعد كده ابتدي انتقل لحاجه ثانيه في الفاليو تشين بتاعتي. جريت بصراحه، يعني اتس فيري جود فعلا. ثانك يو. هي فعلا حاجه يعني مور امبورتنت بالنسبه كمان للستارت اب اللي البادجت بتاعته لسه مش مظبوطه او عنده بي ريسك في حته هي بالنسبه له سكيل واسعه، تمام؟ فممكن ياخدها ستيب باي ستيب، وبدل ما اشتغل يعني بالتوازي كله مع بعض، لا اشتغل بالتوالي حاجه ورا حاجه ورا حاجه. حلو، تمام. طيب ناخد الجزء بتاع الريسك والاوبورتيونيتي علشان نكلوز النهارده ونخش في الفاينل. ممكن محمود بس سؤال لو سمحت قبل ما ننتقل على السكشن الثاني؟ بخصوص الستارت اب، يعني اللي بده يبلش جديد بنحكي ماركتنج ايجنسي، فهل من ممكن ان الواحد يعتمد على فريلانسر مثلا يقدم له الخدمات اللي هو لازمته بشكل مبدئي، يعني ما يصير عنده عملاء هو و يعني ينطلق بالعمل او يقدر يوظف عالم؟ على حسب الفريلانسر اللي معاه، لان ممكن فريلانسر يفضل نفسه على البروجكت بتاعك فانت هتسقط، فانت لازم تكون تراست جدا من الفريلانسر اللي معاك ده، انك في اي وقت هتبتدي تعتمد عليه هيطلع لك الكواليتي الكويسه، لو انت بتعتمد على الكواليتي، او يطلع لك الجوب اللي انت او التاسك اللي انت مديهوله زي ما انت محتاجه بالظبط، تمام؟ او بتعمل بقى في الحته دي حاجه، انت يبقى مش عندك فريلانسر لكل بورت لوحده، لا يبقى عندك 3 فريلانسرز في البورت ده، بحيث ان انت لو ما لقيتش واحد تلاقي الثاني. دي حاجه تانية من المشكله اللي ممكن تقابلك، انك الكلاينت نفسه اتغير عليه اكتر من انفلونسر، فمش هيقدر يكمل في البيزنس موديل، فهيبقى حاجه مرهقه جدا وعمرها ما هتديك نفس الكواليتي، تمام؟ الا بقى لو انت عملت ديل مع حد ان هو معاك بشكل دايم، بس على حسب هتشتغل بالبورت، يعني انت هتشتغل الحته دي بالبادجت دي، هتشتغل الحته دي بالسالري ده،
انت فاهم، جزء جزء في جزء. تمام. وغالبا مش كل الناس هترضى بده الا الناس اللي هي لسه بتستارت ومحتاجه ان هي اي فرصه تثبت فيها نفسها وتست نفسها فيها. يعني هو ينفع بس ما شجعكش على الحته دي. تمام، فيه مشاكل، فيه مشاكل. اه بالظبط. تمام. طيب الجزء بتاع الريسك والاوبورتيونيتي، انت دلوقتي علشان تخش البروجكت لازم بتريسك او عندك ريسك في حته معينه، ولازم بتلاقي اوبورتيونيتي ان انت تشتغل فيها في الشغل نفسه، مش في في الماركت. احنا بنتكلم هنا از شغل نفسه. انت دلوقتي كشغل زي مثلا كنا بنتكلم دلوقتي، انا عندي ريسك ان انا هشتغل مع انفلونسرز، فده ريسك بالنسبه لي ان هو ممكن يخوني في مره واقول له انا عندي بروجكت، يقول لي لا والله انا مش فاضي، انا معايا بروجكت تاني بخلصه. تمام. انا عندي مودريشن، لا انا ما عنديش اي مشكله. طيب في بقى اوبورتيونيتي تانية، او ممكن مثلا انا عندي اوبورتيونيتي كويسه جدا ان انا هدخل في ديل مثلا مع شركه معينه، فهتديني انفستمنت او هتديني مثلا كاش فلو ان انا اشتغل بيه. تمام. او هتديني سيرفيس كويس، او انا عندي اوبورتيونيتي ان انا افتح مكتب جوه مثلا جوه مبنى معين، المكتب ده متاح لي فور فري من صاحب المكتب، ما عندوش اي مشكله ان انا اخده، فدي اوبورتيونيتي. فالاوبورتيونيتي والريسك هنا بيبقى بيزد على البيزنس اللي انت شغال عليه. البيزنس اللي انت شغال عليه عندك فيه اوبورتيونيتي ايه وعندك فيه ريسك ايه. اه والله انا عندي ريسك ان انا ممكن لو البروجكت ما عجبش الريزلت بتاعته اخر الشهر مش هلاقي معايا سالري اديه للامبلويز اللي معايا، الموظفين اللي معايا مش هلاقي اديهم فلوس، فده ريسك بالنسبه لي. لان في اوبورتيونيتي ان انا معايا واحد صاحبي محتاج يتعلم فخليه يشتغل على المودريشن، تمام، عشان يفهم الدنيا. تمام. فده اوبورتيونيتي، فرصه بقى ايه بستهدفها. عندي والله اوبورتيونيتي ان انا ليا اخويا مثلا دكتور وانا بستهدف الدكاتره، فهو اللي هيوصلني للدكاتره التانيين زمايله وان انا اشتغل لهم. فدي كلها اوبورتيونيتي وريسكس، فانا لازم انا اخلي بالي كويس جدا وانا بشتغل لو انا عندي اوبورتيونيتي ابتدي استغلها، او انا عندي ريسكس المفروض اخلي بالي منها. تمام. ده كده الجزء بتاع السمري اتكلمنا فيه بشكل مفصل، اخذنا الديسكريبشن والماركت السمري بتاعه والاوبورتيونيتي. وقبل كل ده طبعا اتكلمنا عن الجزء في البارت الاولاني قبل البريك عن البيزنس موديل كانفاس وفرقها ما بين البيزنس بلان، واتكلمنا على السوليوشن اللي المفروض اقدمها والكومبيتيشن بتاعتها هتمشي ازاي، وازاي احط الكومبيتيتور بتوعي وافصلهم بشكل كويس، والجزء بتاع ازاي اكتب ده بشكل ملخص، وهاندل المانجمنت تيم بتاعي، والريسك والاوبورتيونيتي. تمام. غادة كان عندها سؤال، وفهد تقريبا. ايوه انا بس كنت في الحته بتاعت الريسكس. احنا مش بنعمل الريسكس والاوبورتيونيتيز بس عشان خاطر نقول ايه اللي قدامي اقدر يعني اذاكر الموقف، بس ايه الفرص اللي قدامي وقد ايه هي كريتيكال ان انا احافظ انها ما تكونش اجينست مي. يعني انا عجبني جدا كان بوست حضرتك كنت عملته على حد كنت بتشتغل معاه وحولت الريسكس الموجوده حواليه من الكومبيتيشن لاوبورتيونيتيز. احنا بنعمل الريسكس والريسك والاوبورتيونيتي اناليسيس ده علشان خاطر نقدر نوصل ايه نقاط الضعف مش الضعف، هي يعني نقاط نعمل اللي حواليا اللي بره ما اقدرش اسيطر عليها بس انا اقدر استغلها عشان تكون في صالحي. انا بالظبط انا عجبني جدا البوست ده، ما اعرفش كانت ايجنسي كانت حاجه بتعمل ايه، بس انا عجبني جدا ان انت قدرت ان انت تعمل رابور مع الكلاينتس اللي حواليك، وان انت تخلي الكلاينت هم اللي يجوا لك ويعملوا وورد اوف ماوث هي اللي تجي لك لغايه عندك. فدي الريسك اوبورتيونيتيز هنا ان احنا استغليناها لصالحنا احنا. تمام. وفي الجزء ده برضو احب اضيف على كلامك الجميل ده بصراحه، ان انا اقدر احاول الريسك الاوبورتيونيتي ازاي، وازاي اخلي الاوبورتيونيتي ما تنزلش مني تبقى ريسك. يعني ما يبقاش معايا مثلا معايا مكتب استغله فور فري ويبقى ريسك عليا بالنسبه لي ان هو اوفرلود على الناس انها توصل للمكتب ده انه في اخر الدنيا، فده ريسك ان الناس ما تجيش، فانا ما احولش الاوبورتيونيتي لريسك. وفي نفس الوقت الريسك بالنسبه لي ازاي اقدر احول الاوبورتيونيتي واستفاد منه. تمام. فدي حاجه از انترنال كويسه جدا يعني. تمام. يا ريت تبقى تشير لنا البوست تاني بعد اذنك عشان نستنى. بص البوست اللي بتكلم عليها استاذه غاده هتلاقوا هاشتاج اسمه ماركتنج ستوري، هتلاقوا ثواني اسمه ايه ماركتنج ستوري
او انا ممكن ابعته لكم و... انا عامله له سيف، عامل له ريشير دلوقتي مع على البوست اللي حضرتك هتعمل فيه الفيديو، يعني لو حضرتك تعمل هعمل له ريشير عليه، هعمل اللينك بتاعه ريشير عليه. تمام، انا كده كده بعد كل لايف بنزل بالظبط لينا، فممكن ايه تعملوا له شير عليه وتشوفوا تقدروا تشوفوا البوست يعني. تمام، بس هو هيكون يا اما لو هتلاقوه تحت الهاشتاج ده ماركتنج ستوري، وهتلاقوا فيه 12 ستوري. وان شاء الله بحضر الفتره الجايه بفتح كده الدفاتر القديمه وبجيب لكم منها الديتيلز، بس معلش للوقت الدنيا مفيش وقت كتير، فان شاء الله برضو هكمل اللاين ده يعني. هتلاقوا بس منهم 12 بوسترز او 12 ارتكلز او 12 ستوري يعني. تمام. طيب فهد، كان عندك اي، انت برضو حاطط يعني رافع ايدك، لو عندك اي سؤال اتفضل. انا كنت بس نفس السؤال اللي هو الفريلانس ولا الفول تايم، وخاصه العميل ما عنده يعني كبدايه وما عندكش ولا عميل، فحضرتك وضحت المميزات لكل واحد فيهم، وان كان برضو ان لسه الريسك والتكلفه ما تسمحلكش ان انت تعتمد على الفول تايم يعني والرواتب. فكان في فكره، وخاصه ان انا بره مصر وبحاول ان تكون فرصتك في فرق السعر ان انت تسوق بره وتستعين بالناس جوه تكون فرصه ليك. انت فين يا فهد؟ انت فين؟ ايه؟ في السعوديه. في معانا اتنين في السعوديه، فهد وليلى تقريبا. تمام، اوكي. ففي حل وسط يعني، انا كنت متجه للفريلانس شويه، ولكن في حل حصلته ممكن ان نتعامل مع جنسي يكون وسيط، اوكي، بحيث ياخد الشغل وبسعر ويكون للعميل بسعر تاني، ويكون بس هامش الربح في البدايه من الفرق ما بينهم يعني. تمام، وده لحد ما تظبط بس مجموعه عملاء، وبعد كده في فول تايم للشباب يعني. حلو، تمام جدا. ولكن كان طرح ان الشغل لازم يتحط في سابقه اعمال للايجنس يعني اللي هو هينفذ الشغل، ودي لسه ما بتناش فيها يعني، ما اتفقناش على ان يتحط في البورتفوليو بتاع مين فينا بالتحديد. تمام، بس كنت عايز برضو، عايزين نطلع قبل ما نطلع نرجح مين فيهم، الفريلانس ولا الفول تايم في البدايه وانت ما عندكش ولا عميل؟ هل مثلا تتحمل تكلفه رواتب كام شهر لحد ما تبدا تعمل عملاء، ولا تضحي مثلا بعامل الوقت ومشاكله وتتعامل مع الفريلانس؟ لا، انا ارجح ان انت تطلع انفستمنت موني من عندك وتحط راس مال وتبتدي تشتغل عليه، احسن بكتير جدا من جزء الفريلانس يعني. يعني هيبقى افضل بكتير يعني. فانت لا، اشتغل على ان انت تنفست في الفلوس وتوصل لنقطه التعادل مثلا خلال 6 شهور، بعد كده تبتدي تحصل الار او اي بتاعك مع مدار الوقت افضل بكتير جدا بصراحه. ده يعني ده رايي يعني. تمام، انا كمان شايفه كده. وغدا تقريبا انك بتتكلم صح ولا لان حاجه بسيطه جدا بس انا شفتها في الشغل معايا، انا كان عندي ايجنسي بتشتغل معايا ديجيتال ماركتنج، يعني انا بشتغل كذا حاجه في المكان عندي بس، فبدل ما ابقى اوفرويلد بالشغل فجايبه ايجنسي تعمل ديجيتال ماركتنج. لاحظت ان انا لما ساعات بطلب منها حاجات بوب توب بتجيب لي فريلانسر معاها تشتغل معايا، وبعدين لما جيت اتكلمت لما عرفت ان هو فريلانسر، لقيت ان الايجنسي دي بتحط عليك يعني بتحط على الكلاينت اوفر هيد عالي جدا. ايوه، عشان تقبض وتقبضه يعني، هو بيبقى قدام مصلحه مثلا 30% مثلا، دي بتحط في 150%. فطبعا أيوة، انبهرت بالاداء العالي، فقللت جدا طلباتي منها اللي هي بتبقى ليها، لا يعني ببقى ضامنه ان الشغل اللي هي هتعمله لي ان هاوس بس. لما عملت كده انا فرق معايا اولا في ان انا بقيت عرفت الفريلانسر لوحده، فبقيت اروح له، فالكلاينت هيروح له لوحده بدل ما يرجع لك انت تاني. بالظبط، فولا حصل دي من النص. بالظبط، احسن لك يبقى ان هاوس.
لان في النهايه الكلاينت مش غبي يعني. انا اسفه يعني الكلاينت بيدور يعني. انا كواحده بشتغل في الماركتنج, بشتغل مع ايجنسيز وبشتغل مع وكالات كتيره وحاجات بتاعت الاوفلاين اللي بتعمل في الشوارع والحاجات دي, فبقى طول الوقت بعمل ريسيرش, طول الوقت بابديت البرايس ليست بتاعت الحاجات اللي بتتعمل طول الوقت, لان الدايناميك انفايرمنت اللي موجوده دلوقتي وبالذات في موضوع الكورونا وان الناس كلها بتشتغل ديجيتال ومش عارف, فطول الوقت تلاقي نفسك عندك اسعار جديده وحاجات جديده وديسكاونتس جديده, فتبص تلاقي الكلاينت لوحده راح على الفريلانسر وسابك انت. فانا فعلا افضل فكره مستر محمود انك تنفست في الان هاوس. ممكن تجيب حد انترميديت ما يكونش يعني فرويد في مكانه ويضغط عليك ويقول لك لا مرتبي كذا ومش عارف ايه, بس لو هو انترميديت ويقدر معاك مع الشغل مع فهمه لطريقتك في الشغل يقدر ياخد منك ويظبط الاداء ويكبر معاك, افضل بكتير من انك تجيب فريلانسر هيبقى اصلا مش مركز معاك طول الوقت, مديك حته من وقته وحته من دماغه, وفي نفس الوقت لو حد جه اداله فلوس اقل او اكتر او راح له مباشر هو هيبيعك ويجري. فركز قوي في اللقطه دي. صح تمام. كان في برضو منار كانت عايزه تقول حاجه. السلام عليكم. هو انا عايزه اوصل الموضوع من وجهه نظر مختلفه شويه. انا بحس انه الماركتنج ايجنسيز بالذات هو مشروع انا ما ينفعش افتحه غير لو انا عندي باك جراوند كويس جدا عن الماركتنج, كويس جدا جدا واشتغلته قبل كده بايدي, عشان اقدر احكم على التيم اللي معايا اصلا هو شغال صح ولا لا. عايز اقول لك يعني بصي السوق المصري بيعاني منها, بيبقى اكاونت مانجر وجايب الناس والناس بتأدت عليه وهو يأدت على الناس والاثنين في الاخر يكرروا الاكاونت. لا هو انا في دنيا تانية بصراحه يعني. انا الايجنسي اللي انا شغاله فيها هو مدير الشركه شغال في البرمجه اكتر ومش اكاونت مانجر ومش شغال في الماركتنج وما عندوش باك جراوند كويسه عن الماركتنج. هو جايب موظف لكل حاجة وعارف البيزكس اوف بيزكس, بس مش قادر يحكم على شغل الناس اللي معايا, فمش عارف هو بيوظف الناس صح ولا لا اصلا. ففي موظفين كتير كده وفي لخبطة كتير يعني. انت لو من الاول حد شغال في الماركتينج وشاطر فيه فانت هيبقى معاك العملاء بتوعك اصلا, فمش هتبقى داخل بقى في دايلاما ان انا اجيب فريلانس ولا اجيب حد ان هاوس. انت هتبقى في المجال فعارف الناس الشاطرة في المجال وعارف العملاء وعارف ازاي تجيبهم, عارف ازاي تحكم على الناس وعارف ازاي تعمل فريق, فمش هيبقى عندك المشكلة دي. صح صح جدا يعني. اصلا ما انا بشوف دكاتره وعفت الحمركن ايجنسي وما عندوش اي باك جراوند. انا اسفه يا جماعه, انا عايزه اقول لكم ان الشغل في ماركتنج في مصر معتمد اكتر على العلاقات العامه مش ماركتنج. So sorry to tell you this, بس هو فعلا اي حد عنده علاقه عامه مع حد مع بتاع مثلا printing house, اي حد ليه علاقه مع مش عارف ايه, عنده كم واحد صاحبه وعنده كم شركه, خلاص فتح ايجنسي وبقى عنده ايجنسي بتاعت ماركتنج, هو مش عارف انا حاجه. بصي انا متفقه معاكي بس انا بتكلم في نقطه تانية خالص. انا بتكلم ان انا بتكلم في نقطه هما نقطتين ريليتد ببعض, ان اللي بيعمله اللي عليها منار هو بيبقى بيزد على انه عنده ريليشن شيب مع ناس تانية اصلا, فهو بالكرييت ده بيشوف ان دي اوبورتيونيتي بالنسبه له فبيستغلها على حساب الناس. تمام, بس بص للموضوع بوجهه نظر ابعد شويه. انت ازاي هتقدر تدير الموظفين اللي معاك وهم بيعملوا حاجه انت مش عارف هي بتاخد وقت قد ايه ومجهود قد ايه ولا الكواليتي كمان؟ ومش عارف الكواليتي بتاعتها امتى تبقى حلوه ولا لا, لان انت ممكن تكون في حاجه بالنسبه لك هي فكره تحفه وواو وهتنفع, بس انت ما درستهاش ببيزكس اوف ماركتنج, واللي معاك عشان انت لسه بادئ جايب حد مش اعلى سالري قوي, حد برضو لسه بيتعلم فيك بالظبط, فدي حاجه ممكن تبوظ البيزنس كله اصلا. صح. وممكن اقول حاجه؟ اتفضل. اكيد. انا اعرف شخصيه هو مهندس كهرباء معاه فلوس, فهو الكلام ده كان من سنه قرر ان هو يفتح ماركتنج ايجنسي. حلو. هو ما لا علاقة له بالماركتينج أصلا, بس من كتر العلاقات اللي عنده عارف ناس كتيرة جدا محتاجة إن هي حد يمسك لها السوشيال ميديا بتاعتها, كان يرى برضو شركات عقارات تقيلة جدا في المكان اللي هو كان فيه محتاجين أول دور أو حاجات زي كده. فهو عمل إيه؟ جاء حد متخصص عمل له حاجة اسمها الهيكل الوظيفي للبزنس بتاعه, الستراكشر بتاع المكان بالضبط. الشركة ما كانتش ماركتينج بس, كان فيها قسم برمجة, وكان جايب مدير للقسم بتاع البرمجه نفسه تمام, وفي الماركتنج كان جايب مدير تسويق,
فاهم جدا، كان خبره 3 سنين او 4 سنين، وهو اللي كان مدور الدنيا، مع ان الصاحب نفسه اصلا هو ما يفهمش حاجه ماركت، بس اسس صح، والناس اللي جابها كانت يعني ما حدش كان جاي وخلاص، لا الناس ديت متفلتره كويس جدا وعندهم خبره كويسه، والشركه دلوقتي ناجحه جدا. هو بص، هو بيعتمد على ان هو بنى بيزنس بلان صح، عرف ازاي يستغل الكلام ده. الموضوع ده من الاول بالظبط، هو قدر يفهم حلو، ما هو ده اللي بتكلم فيه. يعني هو قدر يفهم الكلام ده وقدر يبني البيزنس بلان بتاعته صح، مش هو اللي بناها، هو جاب حد بالفلوس هو مش اللي قصدي بناها. هو قدر ان هو يفهم ان هو لو يعني من الاخر فهم حجمه، عارف ان هو لو بدأ كده مش هي الدنيا مش هتظبط معاه. بالظبط تمام. هو اعتمد على الموضوع على انه استثمار، ان هو بيستثمر في حاجه، فجاب ناس تشغله وهو ما يديره الدنيا. صح كده، هو ده هو بالنسبه لي انا دافع مثلا مبلغ كذا في المشروع ده، فانا بعمل انكم كذا وخلاص. عمله بقى ماركتنج، عمله اي حاجه، هو بس المهم انا بيرجعوا لي فلوس قد ايه في الاخر. بالظبط، هيدى العيش لخبازه. بالظبط، هو الموضوع كله معتمد على ان انا معايا كام للمشروع ده. لو انا كماركتنج ايجنسي ممكن اكون مش محتاج فلوس كتير قوي عشان ابدا، لو هبدا ان هاوس يعني، بس مش هقدر اجيب حد بقى 5 years experience يمسك لي الدنيا ويهندلها، هبقى مضطر ان انا هندلها بنفسي، هبقى مضطر ان انا ابقى فاهم. وانت بتعملي ايه دلوقتي منور؟ انت بتذاكري وبتفهمي عشان لما تيجي تعملي ستارت اب بتاعك تبقي فاهمه في كل حاجه، وده الصح. اللي انت اصلا رجعنا النقطه بتاعتك الاولانيه، ان انت you build up your experience and your knowledge في الاخر محدش لا يديكي معلومه ناقصه، وتبقي انت فاهمه كويس قوي اللي بيشتغل معاكي شكله عامل ازاي. بالظبط. يا بس اغلبيه الناس بتقتصر ان الوقت، يعني انا مش محتاج ان هو يقعد يذاكر كل ده، لا هو بيعايز يعمل انكم قبل ما اصلا انفستمنت في نفسه وفي النولج بتاعته، يبتدي يهاف اكسبيرينس، يبتدي ان هو يبقى سواء بس عايز ياخد شير ماركتنج وهو لسه الدنيا بالنسبه له فاضيه خالص. هي الفكره ان حاجه زي سوق الماركتنج اللي انا استشفيته من كل الناس اللي انا قعدت معاها وعندهم ماركتنج ايجنسيز يعني في كفر شيء، الموضوع بالنسبه لهم هم ناس طيبه وجميله، يعني الماركتنج حاجه مهمه والناس محتاجاها، فيلا نفتح شركه ماركتنج، موضوع بسيط يعني. يعني برضه واحده من الاسباب اللي مخلاني ما افتحش ماركتنج ايجنسي بسبب كده. فيعني اهم حاجه يعني نرجع لموضوعنا، ان احنا لو بغض النظر بقى احنا ماركت ايجنسي او ايا كان البيزنس، لو عملنا بيزنس بلان صح وقدرنا نفهم الاجزاء بتاعتها، احنا خلاص حتى لو احنا ايه هنبقى فاهمين الدنيا. كان في رول حطيناها كده بالنسبه لنا من زمان كنا بنتكلم فيها، كنا بنقول ان انت لو يعني يو هاف مينيمم 1 يير اكسبيرينس في الاندستري دي وجبتها من تحت زي ما بيقولوا كده، انت تقدر تانفستمنت في الاندستري براحتك وتفتح اي كومباني وتشير ماركتنج وتاخد ماركت كويس وكل حاجه. وانس انت دخلت وانت ما عندكش اي اكسبيرينس وتمانج البروجكت ده، انت مش هتقدر تحقق حاجه كويسه يعني. فده واحنا رجعنا لاساسيات الماركتنج، الوضع بالنسبه لنا اساسيات البيزنس، الوضع بالنسبه لنا هيختلف تماما يعني، كناس بتانفستمنت وكناس بتستفيد من الخدمات اللي بتتقدم. بس البيزنس بلان دي انا يعني هتنزل على البيج، خلي تيم المودريشن ينزلها على البيج للناس اللي محتاجينها، او عشان برضو تبعتها لكم عشان اللي محتاج او تنفذوا عليها التوسك من ساعه ما بدانا لحد الجزء بتاع السمري، واللي محتاج يبقى اللي يخلص ويبعتها لي على الميل اتس اوكي نتناقش فيها الجمعه الجايه. اوكي احنا كده يعني عشان هنكمل بيزنس بلان في كل ميتوب لحد ما نخلصها ولحد ما ناخد اكسبيرينس كويسه في الجزء ده. حد عنده بقى اي سؤال قبل ما نجو من الميتوب ده؟ شكرا جزيلا. حد محتاج اي حاجه قبل ما نقفل؟ شكرا جدا.
اوكي تمام يا جماعه، اشوفكم على خير الجمعه الجايه، وان شاء الله الجمعه الجايه هنكمل بقى الاجزاء بتاعه، هنخش بقى في الجزء بتاع الفاينانشال، ونكمل جزء الفاينانس وناخد الكابيتال وبقيت بقى الحاجات دي، ونخش في البيزنس ديسكريبشن بقى بكل الديتيلز بتاعتها. تمام، اشوفكم ان شاء الله الجمعه الجايه، وان شاء الله نتقابل على خير. تصبحوا على خير. مع السلامه. مع السلامه.